طبعا السيد الوزير مازال عنده ملف آخر ويتعلق بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء. السؤال الأول في هذا الملف حول تأثير استغلال مقالع الرمال بالمناطق الفلاحية المجاورة للسيدات والسادة النواب المحترمين عن فريق الاشتراكي. تفضلي السيدة النائبة. السيد الوزير المحترم، سؤالنا يتعلق بالتراخيص التي تعطيها وزارتكم لاستغلال المقالع، عن ما هي الإجراءات المتخذة لتجويد دراسة الجدوى قبل إعطاء التراخيص، وكذلك ما هي الإجراءات التي تتخذها الوزارة لحماية الساكنة المجاورة والأراضي الفلاحية من الأضرار الناتجة عن استغلال هذه المقالع. شكرا. شكرا سيدة النائبة. السيد الوزير. هذا السؤال يطرحه الفريق المحترم على كل حال يأتي في حينه. هو لا أخفي كان عندنا مشكلة على مستوى التوصانة القانونية، لأن الظهير اللي كان تنظم هذا هو الظهير 1914 اللي كان ما تيتطرقش لهذا الموضوع بشكل معمق، وكان فضفاضا بحيث أن السلطات أو الاختصاصات لم تكن محددة بالنسبة للإدارة اللي غتراقب المقالع. الآن كاين مشروع كاين قانون الآن اللي 27/13، وهذه تقريبا بضع ايام صادقنا على المرسوم التطبيقي لهذا القانون اللي غيدخل في حيز التنفيذ مباشره بعد صدوره في الجريده الرسميه، والذي سيجبر بطبيعه الحال المستغلين للمقالع باش يديروا دراسه بيئيه بقواعدها، ولهذا بطبيعه الحال غيتفادى لنا واحد العدد ديال الاشكالات اللي تشار ليها في هذا السؤال. شكرا السيد الرئيس. شكرا. تعقيب السيده النائبه. القانون الذي تحدثت عنه السيد الوزير هو قانون 2015، لكن المقالع تستغل منذ سنوات، وهناك أضرار خطيرة الآن على أصحاب الأراضي الفلاحية، على أصحاب المنتجعات السياحية القروية، على الفرشة المائية، على البيئة كذلك. هل يسمعني السيد الوزير؟ إلى سمحتوا السيدة النائبة عندها سؤال مهم نستمعوا لها. تفضلي. نعم سيد الوزير، لأن الوقت يدركنا. القانون سيد الوزير 2015 في الواقع لم يأتي بحماية لأصحاب الأراضي الفلاحية الجيدة. لو تذهبون لأقرب منطقة إلى الرباط، منطقة بن سليمان ما نمشيش بعيد، وحنا كنعرفوا هذه المقالع في المغرب كامل. راه الأشياء خطيرة جدا، أن الناس هجرت الأراضي ديالها، ما بقاتش قادرة تربي المواشي ديالها، كاين مقالع اللي كتشتغل ليل نهار 24 ساعة تحت الأضواء ساطعة وتحت واحد الضجيج للآلات. إلا مشيتو تما كاين السيد الوزير غادي يلقى واحد التناقض مع السياسة الفلاحية التي تنهجها بلادنا، لذلك نلقاو بأن هذا القانون رغم ما جاء به. شكرا جاي. شكرا. تعقيب إضافي حول الموضوع. تفضل. السيدة الرئيسة، السيد الوزير، في هذا الإطار اللي دخلت السيدة النائبة المحترمة تندعيو لجوج ديال الحوايج. اولا انتهى الوقت، انتهى الوقت. اذا لم يكن هناك تعقيب اضافي اعطي الكلمه للسيد الوزير. ثواني. كذلك السيده النائبه، ما عرفتش انت تحاكمين قانونا لم يصدر بعد. قانون 27/13 المرسوم التطبيقي داز في مجلس الحكومة منذ بضع أيام كيخرج ونحاكموه. أنت تتحدثين على الظاهر 1914 وأنا جيتك من الأخر قلت لك هذا في اختلالات أنا اعترفت بها. فإذا لما يخرج هذا القانون، لأن القانون في واحد مجموعة المقتضيات زاجرة، لما غادي تدار الدراسة البيئية. شكرا شكرا. إلا سمحتي إلا سمحتي إلا سمحتي غندوزو للسؤال الآخر عن الاختلال. سؤال آخر عن الاختلالات التي يعيشها قطاع طرق السيارة للسيدات والسادة النواب المحترمين عن طريق الأصالة والمعصر. تفضل السيد نائب. السيد الرئيس، السيد الوزير، دخلت قبة البرلمان لأسائلكم
متى ستتم رد مدينتي بطريق سيار على غرام مجموعة من المدن؟ ولكن قبل هذا استوقفتني الغيرة الوطنية لأتساءل عن الاختلالات التي يتخبط فيها أداء طريق سيار والتي جعلت وزارتكم تقف شبه متفرجة على الوضع دون إجراءات جازمة. هذه الاختلالات اختلال في التدبير المالي 60 مليار درهم أو 40 مليار درهم عفوا حجم ديون لزوتوغو دي ماروك سنة 2016 والتي عرفت سنة 2017 عاشت على واقع إضرابات بالجملة كبدت ميزانيتها حوالي 26 مليون درهم وهي في أمس الحاجة من أجل صيانة المحاور الطرقية من أجل تثبيت الأمن والأمان الذي غاب عن مجموعة من طرقها ومن أجل معالجة الاكتظاظ داخل محطة الأداء. إذا نسألكم ما هي التدابير التي تنوون اتخاذها لتفادي كارثة محور فاس وجدة الذي كلف ميزانية 10 مليار درهم وعرف جودة الرديئة بشهادة الوزير السابق، وما هي التدابير التي تنوون اتخاذها من أجل ضمان جودة المنشآت وسلامة مستخدميها وضمان توزيع الجهوي العادل؟ فللإشارة 1800 كيلومتر من طرق السيار لم يصل منها ولو متر واحد للجهة التي أنتمي إليها، ولربما بمعالجتكم هذه الاختلالات ومعالجتكم لهذه الاختلالات ستتمكن ميزانيتكم من توفير. شكرا شكرا السيد النائب. السيد الوزير ولا هو السؤال للطرح ماشي هو هذا يعني بالدقة، ولكن على كل حال السيد النائب أنا فهمت هو كانت مناسبة طرح فيها بزاف ديال الحوايج. 40 مليار ديال الدرهم هذا تراكم السيد النائب. أول حاجة دار في طرق السيارة هو إعادة ترتيب هذا الكم الهائل ديال المديونية، راه 40 مليار ديال الدرهم موزعة على عدد من العمولات ودار فيها واحد الجهد كبير هو اللي خلى الشركة طرق السيارة الآن قادرة على أنها تلمس المستقبل ديالها بواحد الاستشراف جيد. المسألة الثانية على مستوى العاملين، لأن كانت إضرابات كان جوج مستويات، المستوى الأطر الداخلية من تقنيين وأطر هادو دار معاهم الحوار وكاين مذكرة توقعت مع التقنيين وذكرة غادي توقع مع الأطر. فيما يتعلق بالشركة المناولة هذا أيضا ملف موروث الدولة دخلت فيه رغم أن هادو ديال شركات المناولة باش تضمن الاستقرار لهاد العاملين أيا كانت الشركة المناولة، وهذا ملف نحن نشتغل عليه منذ شهور وحنا وصلنا فيه تقريبا لشبه اتفاق مع النقابات المعنية وإن شاء الله في الأيام المقبلة سيرى النور هذا الاتفاق. فيما يتعلق بهذا ديال وجدة أنا ما عرفتش شنو الإشكال، لأن شي مرة تنقولوا إذا كان مشكل في واحد المقطع شيء، ولكن باش نقولوا الطريق السيار حتى لوجدة ما مزياش هذا غير صحيح. الطريق السيار تمشي فيه أنا فول وجدة ماشي صحيح هذا الكلام بالمطلق. هذا طريق السيار من جودة دولية من جودة عالمية وبلادنا تفتخر أن عندها 1800 كيلومتر ديال الطرق السيارة وتجد نفسها وسط عدد من الدول الأوروبية في هذا المجال. شكرا. إذا طبعا السيد النائب استنفد وقته، فبالتالي سنمر إلى التعقيبات الإضافية. لا تعقيب إضافي. السيد الوزير طبعا. إذا نمر للسؤال الموالي حول شبكة طرقية بعد التقسيم الجهوي الجديد للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية. تفضلي السيدة النائبة. شكرا لكم سيدة الرئيسة. بعد التقسيم الجهوي الجديد لجهة المملكة أصبحت الحاجة ملحة لإعادة النظر في الشبكة الطرقية ملائمة مع هذه المستجدات. نسألكم سيد الوزير ما هو برنامج وزارتكم؟ شكرا سيدة النائبة. تفضلوا سيد الوزير. هو باش نمشي قصد الجواب لأن أنتم طرحتوا سؤال محدد جدا. هذا الذي طرحتم في السؤال يعني هذه القضية ديال الملائمة مع التقطيع الترابي غير ممكن في الوقت الحالي، غير ممكن، لأنه هذا فيه واحد الجهد كبير جدا وغادي يخلي التقطيع التصنيف غيولي فيه واحد العدد الإشكاليات. اللي كاين الآن وأنه من انطلاقا من سنة 2015 دارت واحد دراسة لتحديث الطرق الوطنية المهيكلة، صدر القرار ديال الوزير جيزو النقل والوجستيك والماء فيما يتعلق بالطرق الوطنية، ويوجد حاليا مشروع قرار بتحديد جدول الطرق الجهوية اللي غيعطيها واحد النوع من التحيين في ضوء المعطيات الحالية انطلاقا من المرسوم اللي تنظم ديال فتح فبراير 1990. شكرا سيد. شكرا شكرا سيد الوزير. سيد النائبة. سيد النائب تفضل.
شكرا السيدة الرئيسة. السيد الوزير، بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف الحكومة في مواصلة الدينامية الرامية إلى تمكين بلادنا من بنية تحتية طرقية ذات جودة وانسجاما مع الأهداف المسطرة في البرنامج الحكومي ومواكبة مع التقسيم الجهوي الجديد للمملكة، ونظرا لأهمية الشبكة الطرقية في إنجاح ورش الجهوية المتقدمة باعتبار الدور الفعال الذي تلعبه الطرق في النمو الاقتصادي والاجتماعي والسياحي وكذلك لمساهمتها في إعداد التراب الوطني وتعزيز الاستثمار وفك العزلة عن الساكنة القروية بخصوص، فإننا في فريق العدالة والتنمية نطالبكم بمزيد من الجهود خاصة على مستوى أولا الحفاظ على الرصيد الطرقي الحالي وتطوير البرامج المستقبلية، ثانيا تقييم البرامج السابقة خاصة برامج الطرق القروية للوقوف على الاختلالات التي عرفها إنجاز هذه البرامج، ثالثا تفعيل الصنادق المتعلقة بالطرق خاصة الصندوق الطرقي وصندوق التنمية القروية في شقه المتعلق بالطرق، ثالثا تفعيل رابعا تمكين المديريات الإقليمية لوزارة الجيز من الإمكانات المادية والبشرية للقيام بأدوار الصيانة وتتبع الأوراش واحترام وتنزيل مبدأ الحكامة، خامسا العمل على تنزيل البرنامج الحكومي مع مراعاة العدالة المجالية بين الأقاليم وجهات المملكة. السيد الوزير، نقترح عليكم كذلك إعادة النظر في تصنيف الشبكة الطرقية بما يتلائم مع التقسيم الجهوي الجديد من أجل تحسين المؤشرات المرتبطة بالإدماج والتضامن، وكذلك من أجل تحسين فرص الولوج إلى الخدمات الأساسية والرفاه الاجتماعي، كذلك العمل على شكرا. تعقيبات إضافية؟ عدل وتنمية أسر والمعسر، تفضل. رئيسة، أنا غير غنتكلم على واحد الطريق سيد الوزير، والأخص دوك الجنابة ديال الطرق في الأقاليم ديال المغرب. هناك كاين مشكل واحد الطريق ما بين الفقيه بن صالح وخريبكا، يعني هادي كاين فيها واحد الاكتظاظ كثير. شكرا شكرا. تفضل السيد النائب. كنحمد الله على التساقطات الاخيره، ولكن نتج عنها مشاكل باقليم الحجب، منها انهيار قنطره للمره الثانيه في سنه واحده بالطريق رقم 716 التي تربط بين الحجب وطوجطات على فاس، كادت أن تقع كارثة لولا تدخل السلطات الإقليمية والمحلية حوالي 6 و7 صباحا في غياب مسؤولين عن قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك، وأن الإقليم يتوفر على تضاريس وعرة عبارة عن مسالك طرقية مهمة ومقالع بكثرة. هل يعقل سيد الوزير بأن إقليم كالحجب لا يتوفر على مديرية التجهيز والنقل لتفادي مشاكل الطرق وتقريب الإدارة من المواطن؟ شكرا سيد النائب. إذا ما كان شي تعقيب إضافي آخر، ما كان تواحد فين هو؟ ما كان تواحد ما كان شوفوا. تفضل السيد الوزير. السيد النائب البرلماني سي حارس، هذاك الشيء كامل اللي قلتي انا ما عنديش عليه خلاف، غير داك الشيء الاولاني اللي جا في السؤال ديالكم ديال المراجعه. هذه المراجعه هذه ستكلف ماذا؟ مراجعه وتحيين لوحه تشوير الطرقي على المستوى الوطني ككل، وتحيين كل الوثائق الاداريه اللازمه للمحافظه على الملك العمومي للطرق، وهذا ليس ضروريا. انا هي من الامانه بغيت نجاوبك على هذا السؤال لانه اعتبرت انه كان دقيقا في واحد الطلب، والا فما تفضلت به ما عندي مشكل. فيما يتعلق بفقيه بن صالح خريبكا، واخا ما لحقتش تكمل السؤال ديالك انا غادي نشوف. فيما يتعلق بداك الشيء ديال الحاجب، اسمح لي سيد النائب، مصالح ديال وزاره الجيز والنقل كانت داخله، وهذه المساله هذه بطبيعه الحال ما تيمكنش توقع واحد الاشكالات وما تدخلش سميتو المصالح ديال الوزاره، ولكن مع ذلك هذا الشيء اللي قلتي غادي نعاود نتاكد منه فعلا بانه كان. اذا السؤال الموالي
نمر للسؤال الموالي عن فك العزلة عن ساكنة العالم القروي للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الاستقلالي الوحدة والتعادلية. شكرا السيدة الرئيسة. عن فك العزلة عن ساكنة العالم القروي عامة وعن إقليم شيشاوة خاصة، نسائلكم السيد الوزير. تفضل السيد الوزير. ايوا ظهر لي من الاحسن نمشيو لشيشاوة نيشان باش نتكلموا على شيشاوة. الشبكة الطرقية ديالها راه الطول الاجمالي 821 كيلومتر، فيها 600 كيلومتر معبدة، اذا 73%، الطرق الوطنية 135 كيلومتر، الطرق الجوية 170، الطرق الاقليمية 516. معدل ولوج ساكنة العالم القروي الشبكة الطرقية كان في 2005 48%، في 2017 وصل ل 76%. الساكنة المستفيدة حوالي 110,000 ديال الساكنة، فيها تقريبا كاع البرامج استفد منها إقليم شيشاوة، سأل البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية، برنامج التأهيل الترابي والبرنامج التكميلي، والآن كاين بطبيعة الحال العمليات اللي حنا تنشتغلوا عليها هو برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية اللي غيمتد للسنوات المقبلة، اللي غيكلف حوالي 707 مليون ديال الدرهم، إقليم شيشاوة 667 كيلومتر. شكرا السيد الرئيس. شكرا السيد الوزير. تعقيب السيد نائب. شكرا السيد الوزير. الأرقام في شكل والواقع في شكل السيد الوزير. عدة ضواور وقرى بإقليم شيشاوة تعيش وضعية صعبة ومشاكل التنقل ومتاعب أثرت على المجال التعليمي والصحي والاقتصادي والاجتماعي، تستدعي تأهيل مسالك وطرق وقناطر هذه الضواور وضرورة تعبيدها. وخير مثال على ذلك ضواور الحمري، تماتوس، بوزوغات، تكنيمين، طرات، ظهارت، أكفاي بجماعة طمزودا، ودوار تولوكت بجماعة فروقا، ومسالك سوق الخميس وترقا وفلا، وسوق تنغراد وطن معدود بجماعة تحديوس. أما عن الطرق المحلية المنجزة في إطار فك العزلة سابقا لم تعرف أي عملية صيانة منذ إنجازها، لا من وزارة التجهيز ولا من الجماعة المحلية، مما عرضها للتآكل والانهيار. كالطريق الرابط بالطريق الرئيسية 212 الزاوية النحلية، والطريق الرابط بين جماعة مزات وأداسيل، والطريق الرابط بين جماعة سبتمزودة وأيت هادي ومرور البيت حسين. تعقيب إضافي، تعقيبات إضافية لنتم تفضل. شكرا سيدة الرئيسة. سيد الوزير، لحدود اللحظة ومنذ الثلاثاء اللي داز الطريق الجهوية 301 على مستوى جامعة معجات مازال مقطوعة، 30,000 من الساكنة السيد الوزير خارج أو معزولة عن المحيط الخارجي، تلاميذ اليوم ما مشاوش المدرسة، خصاص حاد في المواد الغذائية بالمنطقة، توقف عن ولوج الخدمات الاجتماعية. الشكر الجزيل للمصالح ديال الوزارة ديالكم سيد الوزير، لحد الآن مازالين في عين المكان كيحاولوا يرقعوا هذيك القنطرة اللي من 2014 و2015 و2016 نفس المشكل كطيح. سبق السيد الوزير السابق السي رباح وعاين ومشى لعين المكان وشاف الحالة، وعدنا بدراسة وبإعادة بناء هذه القنطرة، لحد الآن حتى شي حاجة ما تحققات السيد الوزير. كنت باغي نقول لك السيد الوزير باش تفتح تحقيق علاش هاد القنطرة ما تصاوباتش، ولكن حنا في الفريق الحراري كلنا ثقة فيك السيد الوزير باش. تعقيب إضافي على سبيل المثال، إقليم تازة عدة قناطر انهارت أكثر من 10 سنوات ولم تحرك ساكنة، كقنطرة طويط على الطريق الإقليمي رقم 5404، وكيدب الطرق اللي تصوبوا السيد الوزير الطرق إقليمية وما كاين فيهم لا قناطر لا والو، حتى شي حاجة السيد الوزير. شنو هو المشكل السيد الوزير؟ شنو المشكل السيد الوزير؟ تفضل الرد. الله يهديك، راه تازة بلا بانير 1 بانير 2 تأهيل ترابي والبير دي بي اس، عندنا معاكم اتفاقية فيها أكثر من 500 مليون، وزارة الجيش حاطة فيها أكثر من 70%، وبدا بعدا قول لنا شكرا على هذا الشيء هذا، وعاد ناهيك على أن هذه القضية القناطر. أنا ما كرهتش تقول لي شنو شكون هذه القناطر اللي كاينين باش نشوف، لأن نشوفوا هذه القنطرة هذه فين كاينه،
طيب بالنسبة للسيد النائب اللي طرح على الشيشاوة، انت ذكرت لي واحد مسموعة ديال الجماعات، انا ادعوك الى انك تطالع لان هذه المعطيات متوفرة على البرنامج ديال بير دي تي اس ديال تقليص الفرق الاجتماعية والترابية بالعالم القروي، حيت راه فيه تقريبا 707 كيلومتر، ما يمكنش هذه الجماعات كلها حتى واحدة من هذه الجماعات ما تكونش سميتو. اذا كان شي 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 اشكال رجاء أن يعني الاتصال بالوزارة حول هذا الموضوع، لأنه هذا واحد المشروع كبير جدا، وبطبيعة الحال هو يهم واحد العدد المسالك، وحنا خدينا يعني راعينا فيه أنه يكون واحد الانسجام ما بين المسالك الطرق القروية والمستوصفات والمدارس. شكرا سيد الوزير. شكرا. هذا ديال أشفي الدراسة ثلاث. شكرا. إذن هكذا نكون قد استوفينا.